السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي إلى دورة البراغماتيكس. اليوم إن شاء الله سننتقل إلى الدرس العاشر. الدرس العاشر هاي محتوياته Entailment Definition Types of Entailments، عندنا نوعين Background Entailment و Foreground Entailment و Entailment Relations، عندنا ثلاث Paraphrase Contradiction و Inclusion. طبعا راح نوضح بالتفصيل المقصود بهاي المسميات. أول شيء الانتيلمنت يعني الترجمة له الاستلزام أو الاستتباع، طبعا يمكن الاسم غريب شوي، يعني استلزام من يستلزم واستتباع يعني يتبع ذلك، يعني هذا الفعل يمكن يوضح أكثر. خلينا نشوف الأمثلة بتوضح أكثر. أول شيء entailment definition، تعريف الانتيلمنت للاستلزام. An entailment is something that logically follows from what is asserted in the utterance. Sentences, not speakers have entailments. طبعا لما تكلمنا عن presuppositions كنا نتكلم عن speakers، المتحدث هو يعني يكون عنده في ذهنه شيء معين قبل أن يعني يتحدث بالجملة. لكن هنا نتحدث عن جمل، جمل هي التي تستلزم. كيف؟ إذن ترجمة لهذا الكلام إنه الاستتباع والاستلزام اللي هو entailment هو شيء يتبع منطقيا من جملة مؤكدة. كيف؟ المثال بوضح، يعني لو في عنا يعني جملة utterance جاسم is from رياض، جاسم من الرياض، طبعا منطقيا هذا يتبع أو يستلزم القول بأنه جاسم من المملكة العربية السعودية. ليش؟ لأنه رياض هي جزء من المملكة العربية السعودية، فجاسم is from رياض، هذا الأترانس الانتيلمنت جاسم is from سعودية عربية. لكن العكس ما يحصل، يعني لو اعتبرنا أنه جاسم is from سعودية عربية هي الأترانس، ما يعني ما بصير نقول انه يستلزم انه يكون من الرياض، لانه كونه من السعودية يعني لربما يكون من الدمام او من جدة او من يعني مدينة اخرى. اذا لاحظنا انه الاترانس بيكون يعني خاص، الانتيلمنت بيكون عام، بمعنى اخر انه الرياض بيكون داخل في المملكة العربية السعودية، لكن سعودية المملكة العربية السعودية ليست داخل في الرياض، لانه يعني المملكة العربية السعودية يدخل فيها الرياض والدمام وجدة وما الى ذلك. اذا نعود نعيد، جاسم is from رياض، هذا الاترانس يستلزم اللي هو الانتيلمنت، الاستلزام يتبع ذلك، يعني من هالجملة هاي نستنتج المنطق يقول بأنه جاسم is from سعودي عربية. إن شاء الله بدأت توضح الأمور. طيب نأخذ أمثلة أخرى عشان توضح أكثر. الآن الأترانس بقول أنه ميري has three dogs، يعني ميري عندها ثلاث كلاب، معناته ميري عندها ثلاث حيوانات. لاحظتوا أن الدوغز هي جزء من الأنيمالز، لكن لو عملنا العكس قلنا أنه ميري has three animals ما بستلزم يكون عندها three dogs، لأنه ربما three animals هاي تكون cats أو horses أو ما شابه. إذا لاحظتوا أنه يعني الدوغز هي جزء من الأنيمالز، لكن الأنيمالز ليس جزء من الدوغز. مثال ثالث، أترانس سالم has been to France، يعني سالم كان في فرنسا، سالم has been to Europe. ليش؟ لأنه فرنسا جزء من أوروبا، ولكن ليس العكس، not vice versa، ليس العكس، ليست أوروبا جزء من فرنسا. لاحظتوا أنه يعني الجزء وعندنا يعني الكل، لاحظتوا الجزء الكل. Utterance, the president was assassinated، يعني اغتيل الرئيس، هذا يعني يستتبع ويستلزم انه يعني الشيء المنطقي اللي ينتج عنه انه the president died، انه البريزيدنت توفي.
لكن العكس ما يصير. يعني لو قلنا the president died لا يستلزم أن يكون أقتيل، ربما مات موت طبيعية أو شيء من هذا القبيل. إذا إن شاء الله تكون الأمور الآن وضحت أكثر. طيب خلينا الآن يعني نشوف الفرق بين the presupposition والentailment. Speakers have presuppositions. إذن presuppositions هي متعلقة بالمتحدث أو المتحدثين، لكن الentailments متحدثة ب عفوا متعلقة بالجمل، متعلقة بالجمل. إذن speakers have presuppositions means the speaker has the intended meaning in mind. زي ما قلنا إنه المعنى بيكون في ذهن المتحدث قبل أن ينطق بالجملة، وأخذنا أمثلة كثيرة على the presuppositions في الدروس السابقة. لكن sentences have entailments means the meaning of the sentence conveys not what the speaker means. إحنا بهمنا شو الجملة بنفهم منها، إيش الجملة بتعبر عنه، وليس قصد المتحدث. إذا الانتيلمنتس لها علاقة بالجملة، شو بنفهم من الجملة، شو بنفهم من الجملة إنه سالم has been to France، بنفهم منه إنه he has been to Europe، ما دخلنا بالمتحدث. الآن خلينا نتكلم عن أنواع الانتيلمنت، types of entailment. في عنا نوعين، النوع الأول اسمه background entailment اللي هو بيجي بالخلفية، وعنا foreground entailment. طب خلينا نتحدث عن النوع الأول اللي هو background. example: Sammy bought three cars. لاحظتوا إنه هاي هي الجملة. الآن شو ال background يعني في خلفية هاي الجملة، شو بنفهم من هاي الجملة؟ نفهم منها أشياء كثيرة. نفهم منها إنه لاحظ ركز لي على السبجكت الآن، نفهم منه إنه somebody bought three cars. إذا هاي كيو نتج عنها، هذا اللي نفهمه أو المنطق بقول إنه أو يستلزم هذا إنه somebody bought three cars. وأيضا لو ركزنا على الفعل هنا بصير نفهم إنه سامي did something to three cars، عمل شيء بالنسبة لسيارة الثلاث. ولو ركزنا على three cars هنا نفهم الآن Sammy bought three of something اللي هي three cars. ولو ركزنا على الجملة كلها بكون something happened، في شيء حصل. إذا كل هاي الأشياء المستنتجة بكون في الخلفية بسموها يعني background entailment. إذا هي متعلقة بالsubject، متعلقة بالverb، متعلقة بالobject، متعلقة بكل الجملة. ف 1 to 4 هاي نسميها background entailment. الآن خلينا نشوف ال foreground. عادة بكون عندنا one foreground، شوف عندنا many background entailments، عندنا أربعة طلع عندنا background، لكن لما نتكلم عن ال foreground نتكلم عن فقط واحدة. كيف يعني واحدة؟ شوفوا معي هنا، إذا the speaker will necessarily produce a very large number of background entailments, but the speaker will indicate how these entailments are to be ordered. How? By stress, by using special structures, by using cleft sentences. رايحين يعني نتكلم عن هذا الكلام بالتفصيل الآن. الآن the foreground entailment, the foreground entailment has the main logical consequence, more important for interpreting intended meaning than any others. كيف؟ الآن في عنا الجملة التالية: خالد ate three sandwiches. أنا بقدر الآن أركز على يعني خالد بالسلس وأكد وعمل السلس، أقول خالد ate three sandwiches. لذلك السامع بالنسبة له الفورجراوند يعني مش بالخلفية وإنما بالأمام، يعني بالنسبة له في المقدمة وبهمه خالد،
السامع بهم مخالف. لذلك هنا قال the hearer will understand which entailment is assumed to be more important for interpreting intended meaning. لذلك أنا عندما أقول خالد ate three sandwiches على طول السامع بعرف أني أنا بأكد على خالد. لكن لو قلت إذا خالد هنا في هاي الحالة بيكون foreground entailment، يعني في الجملة هاي في عنا three background entailments أو four background entailments، لكن عندي one foreground، عندي one foreground اللي هو بأكده. إذا في الجملة رقم واحد خالد ate three sandwiches، إذا التأكيد على خالد، إذا خالد هو بيكون foreground entailment. لكن لو قلت خالد ate three sandwiches، إذا بأكد أنا stress، بعمل stress على three، إذا الآن ال foreground مش خالد وإنما three. خالد ate three sandwiches. خالد ate three sandwiches. إذا الآن ال foreground اللي هي sandwiches. لاحظتوا معي إنه في الجمل عادة الكلمة اللي نأكد عليها هي بتكون for a ground، قد تكون subject وقد تكون verb وقد تكون object وقد تكون شيء من هذا القبيل. إذا أول طرق يعني عمل for a ground استخدام stress، استخدام stress اللي هي الشدة أو التأكيد على اسم معين. طريقة ثانية اللي هي استخدام ال it clift construction. شو it clift؟ يعني بنبدأ ب it وبالتالي بظهر it was Tom that did the work. لاحظتوا؟ إذا بأكد على توم هنا. it was me who took your jacket. بأكد إنه أنا اللي أخذت جاكيتك. كان توم هو اللي قام بالعمل. لاحظتوا كيف sentences are used to help us focus on a particular part. إذا في stress هنا أنا أكدت على شخص أو على عدد أو على object. هنا it أيضا في الكليف sentence بتأكد لي على شخص، وقد تؤكد على زمن، وقد تؤكد على يعني شيء من هذا القبيل. خلينا نشوف مثلا كليف sentences are particularly useful in writing. طبعا مهم كثير هي في writing، وبالتالي تشمل مثلا the reason why, the person who, the place where, the day when. لاحظتوا يعني في عندنا أكثر من طريقة باستخدام cleft sentences. طبعا cleft sentences بسموها cleft لأنه مجزأة فيها جزئين اللي هم it was Tom زي ما انتم شايفين، هذا جزء وتكملته جزء، هذا جزء وهذا جزء، والهدف منه التأكيد. خلينا نأخذ أمثلة. إذا الـ cleft sentences هاي بنستخدمها للتأكيد في الـ foreground entailment. خلينا نأخذ الجملة الأساسية هنا، الافتراض الأساسي. سامي bought a number of cars. سامي bought، الآن بدي أكد سامي، بقول it was Sammy who bought three cars. إذا هنا بأكد شخص، أو بقول the person who bought three cars was Sammy. يعني أنا بأكد الكليفت سنتنس باستخدام it أو باستخدام the person في هاي الحالة. طيب قد يكون هنا سنة مش شخص، بأكد السنة. كيف بأكد السنة؟ Mary was born in 1991. هاي الجملة الطبيعية، لاحظتوا هاي الجملة الطبيعية. لكن في التأكيد الآن بقيت بقول it was 1991 when، لاحظتوا when زمن، when Mary was born time، أو the year when، the year when Mary was born was 1991. إذن هنا أكدت على الشخص باستخدام it أو باستخدام the person. هنا أكدت على الزمن باستخدام it أو باستخدام the year. وقد أؤكد على المكان. Mary was born in Cairo. بقدر أقول بالit it was Cairo. It was Cairo where Mary was born. أو أقول the place أو the city where Mary was born was Cairo. إذا لاحظتوا عندي، خليني بس أعمل هكابيتال للتناسق. لاحظتوا إنه the cleft sentences ممكن استخدمها للتأكيد على الشخص
باستخدام it أو the person، أو ممكن أستخدمها للتأكيد على الزمن باستخدام it أو the year مثلا، ممكن the day طبعا، ممكن the month. وأيضا أستخدمها للتأكيد على المكان، أقول the place أو the city أو the country أو the village حسب الموجود. الآن في عندنا entailment relations، العلاقات بين ال entailments. نشوف عندنا في ثلاث أشياء، في عندنا paraphrase وعندنا contradiction وعندنا inclusion. paraphrase معناته الشرح أو تفسير، contradiction يعني تعاكس، وانكلوجن تضمين. طب خلينا نوضح المقصود فيهم. أول شيء نأخذ البارافريز. هاي إحنا قلنا السهمين كانت بتعبر عن البريس سبوزيشنز، لكن هاي الإشارة تعبر عن الانتيلمنت، يعني بي انتيلز كيو. يعني إذا شفت هذه الإشارة يعني معناها انتيلز، فنقول بي انتيلز كيو and Q entails P. كيف؟ إذا قلنا Mary loves John، هذه active، معناته نفسها John is loved by Mary. لاحظتوا يعني paraphrase، يعني كأني بشرح أنا Mary loves John، يعني John is loved by Mary، يعني نفس الشيء. يعني الجملة الأولى تستلزم الجملة الثانية، Mary loves John وجون is loved by Mary، يعني نفس الشيء. paraphrase يعني إعادة تفسير وهم نفس المعنى. All dogs are black، هذا يستلزم أنه there is no dog that is not black. هذا يستلزم إذا كل الكلاب سوداء، معناته هذا يستلزم أنه ما في كلب مش أسود. إذا هذا شرح تقريبا للأول، وهذا شرح الأول اللي هو مسميه بارافريز. يعني بمعنى آخر إنه البي والكيو نفس المعنى، البي والكيو نفس المعنى. إذا هذا النوع الأول اللي هو بارافريز. لاحظوا معي النوع الثاني في contradiction، يعني تعاكس، يعني بي not intense، يعني لا تستلزم الكيو. يعني لو قلنا إحنا Mary loves John، هذا لا يستلزم، يعني مش نفس معنى Mary doesn't love John، يعني مش نفسها، وبالتالي النفي هنا لا يستلزم اللي هو الجملة الأولى اللي هو Mary loves John و Mary doesn't love John، معناته في تعاكس هنا، وليس مثل الجملة الأولى اللي هو بتعبر عن نفس المعنى. نفس الشيء all dogs are black و my dog is gray، معناته هنا البي لا تستلزم الكيو. ليش؟ لأنه هنا black كلهم، أنا الآن في عندي تعاكس إنه my dog is gray. النوع الثالث اللي هو خليني أعمل له مقدمة، اللي هو lexical relations. في عندنا hyponymy وفي عندنا hypernymy. hyper و hypo. الآن لو كان عندي musical instrument يأتي تحتيها، هذا hyper، الآن هو العام، هذا يأتي تحتيها، يعني يتضمن، هذا يستلزم أنه تحت الـ musical instrument يكون عندي violin، يكون عندي piano، flute، guitar، percussion، كل هاي بنسميها hyponyms. ليش؟ لأنه hypo اللي تحت يعني، وhyper اللي فوق. الميوزيكال انسترومنت هي العام، وهي يعني متضمنة فيها. لذلك لو قلت انت I bought a piano، هذا بيستلزم انه I bought a musical instrument. اذا قلت انا اشتريت بيانو، هذا يستلزم انك اشتريت آلة موسيقية، ولكن ليس العكس. لو قلت انا I bought a musical instrument لا يستلزم انك اشتريت بيانو، لربما اشتريت violin يعني كمانجا او فلوت او جيتار او ما شابه. I like your musical instruments، اذا قلت انت انا احب الالات الموسيقية، هذا يستلزم انك بتحب البيانو، ولكن لا يستلزم اذا انت بتحب البيانو انك بتحب كل الالات الموسيقية. إذا هاي مقدمة بتنقلنا للنوع الثالث
من ال entailment relations اللي هو بنسميه inclusion. Inclusion يعني من include. This includes hyponymy relationships. الhyponymy الأشياء المندرجة تحت الأشياء العامة. يعني الأبلز هاي هايبونيم لفروت، يعني الأبلز مندرجة تحت الفواكه، والريد هذا الكلر يندرج تحت الألوان، الأحمر يندرج تحت الألوان. لذلك إذا قلنا ميري لابز أبلز، يعني ميري تحب التفاح، معناته included متضمنة إنها ميري لابز، يستلزم إنها بتحب الفواكه. ليش؟ لأنه الأبلز التفاح هو جزء من الفواكه، لكن ليس العكس. لو قلنا ميري لابز فروت لا يستلزم إنها بتحب التفاح، لربما بتحب العنب أو الموز أو كذا. إذا لاحظتوا إنه الخاص بكون بالبداية والعام بكون بعد. نفس الشيء ميري لافز ريد، هذا يستلزم إنها بتحب الألوان، ولكن العكس لا. لو قلنا ميري لافز كلرز لا يستلزم إنها بتحب فقط الأحمر، قد تحب الأزرق أو البنفسجي أو ما شابه. إذا إن شاء الله يكون واضح الآن إنه apples is included، الأبلز هي متضمنة في الفروت، وريد اللي هو اللون الأحمر متضمن في الألوان. ظل عندي شغلة كثير حلوة ومهمة اللي هي الفرق بين الـ presuppositions والـ entailments في حالة النفي. لاحظوا معي الـ presuppositions are different from entailments في هاي الحالات. She hasn't stopped smoking. لاحظوا إنه she hasn't stopped smoking الجملة منفية، هي لم تتوقف عن التدخين. معناته هذا عندنا افتراض still presupposes. presupposes هذا يعني في عندنا افتراض سابق انه she used to smoke، انها هي كان عندها عادة انها تدخن. لاحظتوا معي ان الاثبات هنا يعني نتج من الجملة المنفية هنا اثبات. أيضا لو قلت my dog didn't eat my bag، كلبي لم يأكل حقيبتي، هذا يعني في افتراض مسبق إني أنا I have a dog، عندي كلب، وأنا and I still it seems I have a bag، وعندي أيضا يعني حقيبة. ليش؟ لأنه my dog didn't eat my bag، معناته هذا يعني افتراض مسبق انه عندي دوغ وانه عندي ما زال حقيبة. لاحظ هذا كله في الـ presupposition، عندي نفي عندي اثبات، نفي عندي اثبات اثبات. لكن في حالة الـ entailment بينما the emperor wasn't assassinated، الامبراطور لم يتم اغتياله، لم يقتل يعني، does not entail ما ينتج عنها منطقيا أي شيء. يعني ما يعني لو قلت إنه ينتج عنها إنه someone was assassinated غلط طبعا. يعني هل ينتج عنها إنه في شخص تم اغتياله؟ لا، لأنه هنا بقول لك the emperor wasn't assassinated، لم يتم اغتياله. فالنفي هنا لاحظتوا النفي في الانتيلمنت لا ينتج عنه إثبات زي ما انتم ملاحظين، ولا ينتج عنه انه ذا امبيرور دايد. يعني لو قلت هذا خطأ خطأ خطأ. اذا بدنا نميز بين البريسبوزيشنز والانتيلمنتس في حالة النفي. Have a nice day، والى اللقاء في الدرس الحادي عشر، وهذه عناويننا للتواصل، والى اللقاء في أمان الله.